الحلقة دي مهمة جدا لأنها بتتضمن معلومات وأرقام اقتصادية غاية في الخطورة، والمعلومات دي بتكشف لحضرتك إيه اللي بيحصل في العالم السفلي للاقتصاد العالمي. المعلومات بتقول إن حجم الدخل الناتج عن تجارة المخدرات في العالم بيصل لحوالي 688 مليار دولار، من بينهم 150 مليار دولار بتطلع من أمريكا نفسها، و33 مليار دولار من أوروبا، و5 مليار دولار من بريطانيا، و500 مليار دولار من بقية الدول العالم. وبتقول المعلومات كمان ان قيمة الاموال القذرة اللي بيتم غسلها سنويا حوالي تريليون دولار، يعني حوالي 15% من اجمالي التجارة العالمية، واللي زاد وغطى ان التجارة الممنوعة زادت في السنوات الاخيرة بمعدلات غير مسبوقة، خاصة مع تنامي استخدام الدارك ويب اللي هو الانترنت المظلم اللي كنا عملنا عنه حلقة كاملة، هتلاقي رابطها في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. فزادت بناء عليه نسبة الأموال القذرة في العالم، وكل الأموال دي بتبحث ليها عن طريق عشان يتم غسلها وتصبح أموال مشروعة تتحرك في العالم من غير ما حد يعترض طريقها. فأصبح مصطلح غسيل الأموال القذرة متداول جدا ما بين المافيا العالمية للتجارة غير القانونية والعصابات الدولية وفي عالم الدارك ويب وبين مليارات البشر. يعني إيه بقى غسيل الأموال القذرة؟ وإزاي عملية غسيل الأموال بتتم؟ وليه دول العالم ما تستفدش من النوع ده من الأموال طالما ان هي موجودة في كل الأحوال؟ عن الأسئلة ديت وأسئلة تانية كتيرة نتوقف خلال الحلقة ديت، لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. مع انتشار المخدرات وزيادة الأسواق بتاعتها في كل دول العالم، خاصة وإن هي بتجيب أرباح خيالية، أصبح في أسواق ومافيا البيعها بالقطاع للمتعاطين والمدمنين. النتيجة مع حركة البيع والشراء ريحة المخدرات بتكون لازقة في الفلوس بتاعت المخدرات دي، وبالتالي تجار المخدرات فكروا إن هم لو أودعوا فلوس المخدرات دي في البنوك هتكون ريحتها واضحة وهتتعرف إن هي فلوس مخدرات، وبناء عليه فكروا في طريقة عشان يغسلوا بيها الفلوس ديت وينظفوها من الريحة بتاعتها عشان ما ينكشفش سرهم. وعملية الغسيل ديت بتكون بطريقة ما تأثرش على جودة ونوع الفلوس نفسها، والكلام ده بيحصل عن طريق عملية بيسموها التبخير أو بغسل الأموال عن طريق المواد المزيلة للروائح بشكل ما يأثرش على جودة الأموال نفسها. وبعد ما بيقوموا بالحركة ديت بيحطوا فلوسهم في البنوك من غير أي شبهة ليهم. ومن هنا جه مصطلح غسيل الأموال القذرة في البداية خالص، واللي كان مقصود به إزالة الروائح القذرة عن فلوس المخدرات، واتطورت الكلمة ديت بعد كده وأصبح مقصود بيها إعادة تدوير الفلوس الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة واستعمالها في قنوات واستثمارات شرعية عشان يتم إخفاء مصدرها الحقيقي. يعني مثلا الأموال الناتجة عن عمليات تجارة المخدرات أو تجارة الأعضاء البشرية أو السلاح أو الأعمال غير القانونية بشكل عام، الأموال ديت بيتم تشغيلها في قنوات تانية مشروعة كعملية تغطية وتمويه عن أصل الأموال ديت، عشان طبعا تظهر كما لو كانت أموال شرعية جاية من مصادر مشروعة، بحيث صاحب الأموال ديت يقدر يستخدمها في حياته العادية من غير ما يتعرض لأي مساءلة قانونية. وعمليات غسيل الأموال بتتم عن طريق وضع الأموال اللي جاية من مصادر غير قانونية في شركة حقيقية أو استيراد بضائع بالفلوس ديت وتسجيل أرباح وهمية ليها فتظهر الفلوس ديت بشكل قانوني. اللي زود بقى كارثة غسيل الأموال على مستوى العالم ظهور مؤسسات مصرفية إلكترونية عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى ظهور خدمات مالية إلكترونية جديدة باستخدام الهواتف المحمولة، زائد كمان ظهور العملات الافتراضية اللي زي البيتكوين اللي أصبحت فوق مستوى رقابة حكومات العالم، بالإضافة إلى استخدام أدوات تكنولوجية بيصعب طبعا تتبع أي شخص من خلالها زي ما حكينا في حلقة سابقة عن البيتكوين، هتلاقوا رابطها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. المبالغ المالية اللي بيتم غسلها سنويا بتقدر بحوالي تريليون دولار، وده بيعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية،
المعلومات بتقول كمان إن حجم الدخل الناتج من تجارة المخدرات فقط في العالم بيصل لحوالي 688 مليار دولار زي ما قلنا في مقدمة الحلقة. والتقارير الاقتصادية كمان بتقول إن البنوك السويسرية لوحديها فيها ما بين تريليون واتنين تريليون دولار من الأموال اللي جت من مصادر غير قانونية. تقرير الأمم المتحدة قال كمان إن سويسرا بتحتل مرتبة أولى في الدول اللي بتستقبل أموال مغسولة واللي بتصل لحوالي تريليون إلا ربع دولار سنويا، وبتتقاسم بقية الكمية ديت دول زي لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا والتشيك وإسرائيل. صندوق النقد الدولي قال هو كمان إن دولة تايلاند بتتصدر قائمة من 68 دولة بيتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع جدا. التقارير الاقتصادية كشفت هي كمان عن حقائق صادمة بخصوص عمليات غسيل الأموال، وقالت إن ظاهرة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وحرية حركة الأموال ما بين الدول المتقدمة والنامية وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات العالمية خلى عملية غسيل الأموال بتزيد بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، ودفع كتير من البنوك إن هي تتسابق عشان تستحوذ على جزء من الأموال غير المشروعة دي، طبعا بالخداع والالتفاف على القوانين والإجراءات الدولية. وزي ما بتقول التقارير الدولية غالبية العمليات دي بتتخفى وراها شركات ومستثمرين كبار مع الأسف. وغسيل الأموال بيتم على ثلاث مراحل، أول مرحلة فيها هي مرحلة الإيداع، وخلال المرحلة دي بيتم التخلص من كمية كبيرة من الفلوس غير الشرعية اللي هي أموال قذرة عن طريق تحويل الأموال دي لعملات أجنبية، أو بيتم شراء عربيات ويخوت فخمة وعقارات مرتفعة السعر. ومرحلة الإيداع دي بتعتبر أصعب مرحلة بالنسبة للناس اللي بتقوم بعملية غسيل الأموال، لأن سهل جدا إن هم يتكشفوا بالتحريات البسيطة، خاصة وإن عملية الإيداع ممكن تتم عن طريق البنوك كمان. أما المرحلة التانية في عملية غسيل الأموال، ودي بيسموها مرحلة التمويه أو التعتيم، واللي بتدخل فيها الأموال القذرة جوه الأموال الشرعية، والعملية دي بتتم عن طريق عمليات الشراء والبيع وإيداع الأموال في أكتر من بنك وفي تأسيس شركات أو تدخل جوه شركات موجودة بالفعل. أما المرحلة الثالثة في عملية غسيل الأموال بيسموها مرحلة الإدماج، وبيترتب عليها تحويل الأموال القذرة إلى أموال شرعية، وخلال المرحلة دي بيتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي الشرعي عشان تظهر كأرباح وأموال طبيعية لصفقات تجارية. طيب ليه الدول بتقوم عمليات غسيل الأموال؟ وإيه المانع إن هي تستفيد منها طالما إن هي فلوس جاية ليها من الهوا؟ لو كانت الأموال القذرة ديت مفيدة للدول ما كانتش الدول ديت أساسا غلبت، لأن الأموال ديت بتضعف قدرة الحكومات في تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل كويس، وبتؤدي أيضا للتضخم وارتفاع مستوى الأسعار، وبسببها بيتم توجيه الموارد ناحية الاستثمارات اللي ملهاش 60 لازمة على حساب الاستثمارات اللي ليها لازمة، والمسألة ديت بتهدد الاستقرار المالي والمصرف، وبتهدد البورصات وممكن تخليها تنهار في لحظة واحدة، زائد ان هي بتنشر الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ، وبتضر بسمعة الدولة، وبتؤدي لوصول المجرمين لمناصب سياسية مهمة جدا في الدول، زائد ان ممكن يتم استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب واتساع الفجوة ما بين الطبقات الاجتماعية وصعود فئات اجتماعية من تحت الأعلى الهرم الاجتماعي من غير ما يكون عندها مؤهلات ذات قيمة. بالإضافة طبعا لانتشار الفساد الوظيفي والرشوة وعدم خلق فرص عمل حقيقية، وده كله بيؤدي لانتشار البطالة وتدني الأجور وتدني مستوى المعيشة، بالإضافة إلى أن هي بترفع الأسعار بمعدلات كبيرة وبتزود التهرب الضريبي، وكمان بتؤدي لإضعاف كيان الدولة وانتشار خطر جماعات الإجرام المنظم وتدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه المنافسة وفساد مناخ الاستثمار كله. عشان كده الدول بتقاوم عمليات غسيل الأموال لأن هي بتؤدي الكوارث غير عادية. يا ترى عرفتم يعني ايه غسيل الأموال القذرة وليه بيتم مقاومتها؟